معنا سي محسن وهذه دائما قناة حفيظ يا حفيظ، وهذا من المتتبعين ديال القناة تعرفت عليه مؤخرا. هذه شحال وانا كنشوف التعاليق ديالو، تعاليق في المستوى بين انسان مخلق وشاءت الظروف انه يكون من المعارف ديالي، وتلاقينا سابقا وهذه المرة الثانية كنتلاقاو، ودابا غنديرو واحد الجولة. وبالمناسبة مادام هو مكناسي غادي نسولو على هذا المكان اللي حنا فيه، اشنا هو وشنو كيعرف عليه كمعلومات. تفضل سي محسن. صحفيض، هذه البلاصة سميتها سيريج سواني. السيريج كنا كنعرفو اللي هو الباسان، هو السيريج ديال الماء ولا ديال السقا ولا ديال الزراعة. مولاي اسماعيل كان فحال هادي، كان الماء ديال مكناس كيجي من واد بوكران. كانوا في واحد المرة كيبقاو المعارك والحروب، كانوا الناس تيسدو عليه الماء من واد بوكران، المدينة كتسد عليها الماء. فكر مولاي اسماعيل باش يدير شي حاجة فيها الأمن الغذائي ديال المدينة، باش تغدى من غدا إلا قدر الله وقعت شي معركة وسدو عليه الماء، يلقى المدينة باش تسقي الجرادي ديالها وباش الناس يشربوا وباش تورد وشحال من حاجة. علاش؟ حيت هو كان باغي يرد مكناس بحال فيرساي. علاش؟ حيت السيكير ديالو بن عائشة بعد ما مشى لفيرساي تبهر فيرساي، جا يشرح لي بان فيها لي جربان مزيانين هادي، قال لهم انا غادي نرد مكناس بحال فيرساي هنا في المغرب. هنا تصاغب هاد الباسان ديال سيري سواني، وفي نفس الوقت تصاغب مخزن الحبوب هو اللي كيبان لنا. مخزن الحبوب هذاك مخزن الحبوب كان تا هو المسألة ديال الأمن الغذائي، كان باش كيخزن الحبوب ديالو. كانوا كيجيو بحال هادي الجمال معمرين اللي في خويسك، وكيطلعوا من الدروج. انت الصحاب بغيتك تكون ديجا طلعتي لنا طراز الضوء دابا شادينا مؤقتا مع باش يمكن تشوف سجينا شحال هادي صافي سدو ديك الفتره. كانوا كيطلعوا من تمايا وكيلوحوا لي بخويسك وسط مخزن الحبوب، وكانوا الناس اللي تيشغلوا تما كيخزنوا تمايا الحبوب ديالهم. هذا كان المخزن ديال الحبوب بعاد مولاي اسماعيل. اي ابخي كان ديما ديال الامن الغذائي للبلاد، كان هو ديما كيخرجوا على تسمى هاد البلاصه بسهير الصواني. علاش؟ حيت الماء كان ديما كيجي من واد بوكران، ويلا تسد الماء كان كيولد الماء من الجهه ديال الهري السواني، ديال هاد الهري هذا. علاش؟ حيت هاد الهري هذا شنو هو الثانيه؟ الثانيه حنا عندنا في العمليه ديالنا اللي هي البير، هي الموضوع هي المجموعه ديال الثانيه هي السواني، تسمى هري السواني. علاش؟ حيت فيه 8 ديال البير وسط داك الهري. وي الداخل الداخل باش كيتقطع الماء من واد في هاد البنايات، هاد البنايه تماما. باش كان كيتسد الماء من واد بوكران كان هو كيخدم بدوك 8 ديال البير بالبهاين، كان عنده البهاين دار لهم الشكل ديال الناعوره. اييه هما كيبقاو يوروا كيولدوا الماء لهنا لهري السواني، كيولدوا الماء لهنا لهري السواني. يعني داك الماء ديما خدام، حتى ولا تقطع من واد بوكران كيخرجوا الماء من الهري، من الهري من دوك السنيات اللي كانوا في وسط الهري، وكتبقى هاد الباسان ديما عامر، والمدينه هي ديما فيها الاكتفاء الذاتي ديال الماء. هذا تري بون ايدي. وهو وصلنا يعني الساريج هو لحد الان، ماشي كنهضروا من فراغ، مي ها هو باقي. ومؤخرا ربما تكون على علم بالتمويل اللي تخصص ديال 800 مليون ديال الدرهم، 800 مليون ديال الدرهم، وهذه بشرى. واخا واخا حنا سمعنا راه بدات كتوزع بيضيات، وما راه سمعنا شوف ناهبي المال العام راه هادشي اللي كتبعوها، راه هادشي اللي كديروا راه ماشي هو هذاك. خلي تكون عندكم شويه غير على هاد البلاد وعلى هاد المدينه هادي، راه حرام هادشي اللي كديروا. راه غتوصلوا بقاو لوحكم في تورط الزبل، راكم شفتوا واقيلا شي فيديوهات الشعب راه فاق، حرام والله. خليو ديك الميزانيه تفرق وتمشي للمكان ديالها، راه فيها انا فيها راه غادي تطور الاقتصاد ديال المنطقه، وكاين هذا لو باتريمون هيستوريك اللي عند المدينه راه تبارك الله واحد المستوى رفيع. ولهذا خليو صحابك. نعم سيدي. هذا كيلا كان ممكن عندنا واحد البنايه كتبان لينا ليه رايل اللي هنايا، هي زوري هذيك البنايه التسعينات وفي الثمانينات كانت واحد السيده، سميتها مدام بوسكي. هاد السيده هادي كانت عندها معمل ديال الزرابي تما، وكادو كيخدموا الناس كاع ديال الحكومه هذا ديال الحكومه هذه هنايا كيخدموا عندها تما، وكتعطيهم واحد الداخل اللي هو قار. وهذيك البلاصه كانت كتسمى دار المحبه. غير هنا في 99 2000 راه كانت باقا خدامه، وللاسف الشديد ان هذاك المعمل تسد وصافي ما بقى شيء. هذاك الشيء راه قديم، هذاك راه داخل في التراث ديال هذا البلاد هذه، واني قليل اللي عرفوا صح. انا ما كنتش عارف والله، ما كنت عارف. سميتها مدام بوسكي، كانت شاد لنا كاع الناس، هاد النساء اللي ساكنين بحالهم في عرفت تما في هذا الموضع كاين شي موضع كيحطوا الشمع تما. هذيك البلاصه هما كيقولوا لها العيشه، راك عارف داك الشيء ديال التخاريب ديال المغاربه الله يديهم على راسهم. هذه كنعرفها مازال لحد الان. لحد الان باقي. انا باش كنت صغير وكنت ساكن هنا السي حفيظ، كنا باقيين صغار، كنا انا والدراري ديال الحي
كنتسناو دوك العياد اللي كيجيبوا الكربوس التمر والحليب حتى يمشي النشاط عندك وكان سلاطو على داك الحليب وداك التمر الزرده حنا هما اللي العيشه ديك الساعه شكرا سي محسن على لا بروشين.